بالمناسبة برضو كان كتب تويتة كده، خليني أقول لحضراتكم اللي ما يعرفش إن هو كان بيعبر إن هو عايز، أهي قدام حضراتكم على الشاشة، اللي عايز يروح يحضر ماتش السوبر، وكان يعني أبدأ ده من خلال يعني تويتة زي ما حضراتكم شايفين، عايز أروح، هاتوها لنا هنا يا جماعة، عايز أروح ماتش السوبر، إيه المطلوب؟ ردت عليه بقى شركة برزنتيشن بتويتة، وده كان محترم جدا، ولا أي حاجة غير إنك تنورنا يوم الجمعة والساعه كذا بتوقيت مصر بتوقيت السعوديه على استاد هزاع بن زايد. يعني امر محترم ورد محترم صحيح. وسريع في نفس الوقت، فخدنا ذكريات حلوه برضو استاد هزاع، وهو نفسه ليه ذكرى حلوه جدا على فكره في استاد هزاع بن زايد الحقيقه.